نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق نبدأها بأبرز العناوين. العاصمة عدن تشهد استقرارا أمنيا بعد تعرضها لموجة من الانفلات الأمني خلال الفترة الماضية. أعداد النازحين في اليمن تتجاوز 3 ملايين شخص خلال سنوات حرب ميليشيات الحوثي. وقبيل شهر رمضان ميليشيات الحوثي تهدم عددا من المحال التجارية وسط صنعاء. شهدت العاصمة عدن في الفترة الأخيرة استتبابا أمنيا كبيرا بعد تعرضها في وقت سابق لموجة من الانفلات الأمني الذي هدد السلم والأمن وطال كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية. شهدت العاصمة عدن في وقت سابق موجة من الانفلات الأمني راح ضحيتها العديد من المواطنين واستهدفت فيها الممتلكات وحتى المؤسسات العمومية، مما فرض مقاربة أمنية جديدة تعيد للعاصمة سكينتها وأمنها، وهي جزئية استحوذت على مساحة كبيرة من اهتمام المجلس الرئاسي في بواكر أيام استلامه للسلطة. هذه المقاربة تطلبت تكاتف الجهود بين أجهزة الأمن بمختلف تشكيلاتها تحت توفير غطاء سياسي توافقي يضمن الانسجام بين المكونات السياسية، وهو ما تحقق فعلا. الأجواء التوافقية الجديدة كان لها الأثر البالغ في استتباب الأمن والسكينة في عدن، وهنا يتجلى الدور الكبير الذي لعبه المجلس الانتقالي الجنوبي مع شركائه من أقطاب المشهد السياسي، وهو ما جعل التنظيمات الأخرى ذات الصلة بالخلايا الإرهابية محاصرة سياسيا وأمنيا من خلال حجم التمثيل وتغير مراكز النفوذ. المقاربة الأمنية تطلبت بالتأكيد تنسيقا مع الشركاء التنمويين والأشقاء، وهو ما ترجمه الدعم الإماراتي الكبير لقطاع الأمن في عدن، وكان آخره تقديم أجهزة المراقبة ونظام الاتصال وكذلك الوسائل اللوجستية والمادية الكبيرة لتمكين الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن من مواكبة تطور الجريمة وخصوصا في بعدها الإرهابي. جهود تضافرت على مستويات عدة، وهو ما يترجم وجود الإرادة السياسية الجادة لدى مجلس القيادة الرئاسي كان لها الأثر الكبير في عودة الأمن والاستقرار إلى العاصمة عدن، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح قائد الدعم والإسناد لقوات التحالف في شرورة اللواء سلطان البقمي وقائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وناقش اللقاء مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية في ظل التصعيد العدواني لميليشيات الحوثي، كما استعرض الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الوضع وردع التهديدات الحوثية المزعزعة للاستقرار والمقوضة لجهود السلام. وأثنى العميد طارق صالح على الجهود الأخوية الصادقة والتضحيات التي بذلها التحالف في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني. شنت وحدات الدروع التابعة للقوات الجنوبية قصفا مركزا استهدفت فيه تعزيزات قتالية كانت قد استخدمتها الميليشيات الحوثية لتعزيز مواقعها الأمامية باتجاه قطاع الفاخر شمالي الضالع. مصدر في اللواء 30 مدرع أشار إلى أن القصف المدفعي استهدف مواقع تمركز الميليشيات في منطقة النبيجات غرب الفاخر وجنوبي منطقة العود أثناء وصول تعزيزات حوثية مكونة من أفراد ومعدات. وقال المصدر إن الضربات أصابت أهدافها بدقة، ما دفع الميليشيات لشن قصف مماثل بمقذوفات الهاون دون وقوع أي خسائر. كشف تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن أعداد النازحين تجاوزت 3 ملايين نازح فروا من الحرب الحوثية، منهم أكثر من 18,000 نازح يعانون من أمراض معدية. معاناة النازحين في اليمن تمثل تجسيدا فعليا للمأساة الإنسانية التي خلفتها الحرب الدائرة في البلاد
منذ نحو 8 أعوام. تقرير حكومي أعلن عن وجود نحو 18,000 نازحا يعانون من أمراض معدية، فيما يفتق 39,000 للتعليم في مخيمات النزوح المتنثرة. وأشار التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إلى أن عدد النازحين في 13 محافظة محررة بلغ ما يزيد عن 3 ملايين نازح، هذا وقد احتلت محافظة مارب المرتبة الأولى، حيث يتواجد فيها 2,274,453 نازحا، ويتوزع بقية النازحين على عدن ولحج، الضالع، أبين، تعز، الجوف، شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرة والحديدة وحجة. وتشمل احتياجات النازحين التي يغطيها التقرير المأوى والمواد غير الغذائية واحتياجات المياه والإصحاح البيئي واحتياجات الصحة والتعليم والحماية. أما عن الطلاب المهاجرين لمقاعدهم الدراسية، فقد كشفت النتائج أن 39,493 طالبا في المخيمات في سن التعليم ومحرومين من الالتحاق بالتعليم، فيما يعاني 17,883 نازحا من الأمراض المعدية، كما أن 597 مخيما لا يتواجد فيها عيادة ثابتة. كما طالب التقرير بإيجاد آلية لمساعدة الأسر النازحة التي يعولها أطفال، حيث بينت النتائج بأن عدد الأسر التي يعولها أطفال يبلغ 9,305. مأساة النزوح في اليمن وتداعياتها الخطيرة هي واحدة من الكوارث التي خلفها تمرد الحوثي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وواحدة من القضايا الأكثر تعقيداً والتي تسببت بها الميليشيات الحوثية جراء الحرب التي تشنها على نطاق واسع منذ سبتمبر من العام 2014. أنقذت قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر سفينة تجارية تعطل محركها في البحر الأحمر، وأفاد مصدر ملاحي بأن إدارة ميناء المخا تلقت نداء استغاثة من سفينة تجارية كانت في طريقها من القرن الإفريقي عندما تعطل محركها، وسرعان ما تم التجاوب وإنقاذها، حيث تم جر السفينة إلى ميناء المخا بسلام وإصلاح المحرك وتقديم ما يحتاجه طاقمها من مساعدة. أقدمت ميليشيات الحوثي على هدم محال تجارية في محافظة صنعاء مستخدمة الجرافات، وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات أغلقت العشرات من المحال والأسواق التجارية في صنعاء، وذلك في سياق حملة ابتزاز وجبايات جديدة تنفذها مع قدوم شهر رمضان المبارك. كما قامت الميليشيات باعتقال عدد من أصحاب تلك المحلات والزج بهم في سجن تابع لها بمديرية معين. دشنت رابطة جراحي العظام الجنوبية في كلية الطب بجامعة عدن اليوم العلمي الثالث بعنوان الكسور المفتوحة وطرق علاجها وتغطية الجروح، وشهد اليوم العلمي مشاركة نخبة من الأطباء والمختصين والطلاب. برعاية رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، أقامت رابطة جراحي العظام الجنوبية بالتنسيق مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن اليوم العلمي الثالث والخاص بجراحة العظام. هذا اليوم العلمي سيناقش الطرق معالجة الكسور المفتوحة. كما تعلمون أن البلد يعني تضررت من جراء الحرب القاشمة وزادت هذه الإصابات بشكل كبير، كان لابد من جمع الهمم لمعالجتها ومحاربتها في أروقة عمليات المستشفيات. وبالتالي اليوم معنا يعني عدد كبير من طلاب الدراسات العليا. اليوم العلمي شارك فيه نخبة من أطباء العظام والمخ والأعصاب والعمود الفقري، ونوقشت فيه عدة أوراق علمية تناولت أبرز التطورات الحاصلة في مساق هذه التخصصات وركزت على طرق معالجة الكسور المفتوحة. هذا اليوم هو عبارة عن يوم علمي يقدم فيه نخبة من أطباء العظام وجراحة المخ والأعصاب عدد من المواضيع المتعلقة بالكسور سواء كانت في العظام أو في العمود الفقري، وهذه الدراسات ناتجة عن خبرة وعن
تجارب العمل التي يقوم فيها أطباءنا في مختلف مستشفيات العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة. والحمد لله بفضل الله ثم بفضل الدكتور تم استعادة ولدنا إلى صحة جيدة وعمل جبار، ونشكر الطاقم الصحي الذي قام بجانبه، ودكتورنا بذل كل ما في وسعه وجهده. اليوم العلمي يمثل محطة علمية يستفيد منه الطلاب من خبرات الكفاءات العلمية، كما أنها فرصة لتبادل المهارات بما يتماشى وتطوير هذه التخصصات التي تحتاجها بلادنا. كما مثلت رابطة العظام الجنوبية بقعة ضوء أسهمت في تخفيف معاناة المرضى ولا تزال. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. مشاهدينا، ما زالت هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. وزارة الصحة تستعد لتنفيذ حملة تحصين ضد شلل الأطفال. أهلا بكم من جديد. تستعد وزارة الصحة العامة والسكان غدا الأحد لتنفيذ حملة للتحصين الصحي ضد شلل الأطفال في عدد من المحافظات المحررة. وأوضحت الوزارة أن الحملة التي ستستمر حتى 7 من الشهر الجاري ستستهدف 1,290,000 طفل ما دون 5 من العمر. وطالبت الوزارة جميع الآباء والأمهات والفعاليات الاجتماعية المختلفة بمؤازرة الفرق التي ستنفذ الحملة وتقديم يد العون لها وإحضار أولادهم للتحصين ضد شلل الأطفال. شهدت محافظة سقطرى إشهار مركز اللغة السقطرية للدراسات والبحوث. وفي حفل الإشهار أكد محافظ سقطرى رأفت الثقلي على أهمية هذا المركز لتدوين اللغة السقطرية وتنفيذ دراسات وبحوث للحفاظ عليها وحمايتها من الاندثار، لافتا لاهتمام السلطة المحلية بدعم المركز لتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه الأساسية في توثيق اللغة وإجراء الدراسات والبحوث عنها. أما الآن مشاهدينا، نذهب إلى أخبار الرياضة. توج فريق اتفاق الحوطة بطلا لكأس حضرموت 7 بعد فوزه على فريق شعب حضرموت في ملعب استاد سيئون الأولمبي الذي اكتظت مدرجاته بالجماهير الغفيرة. في النهائي الأكبر على البطولة الأغلى بحضرموت التقى فريق اتفاق الحوطة مع شعب حضرموت على ملعب استاد سيئون الأولمبي الذي شهدت مدرجاته تنافسا فاق أرضية الملعب. هتافات الجماهير القادمة من كل مناطق الساحل والوادي أشعلت حماس الفريقين وكانت العلامة الفارقة في البطولة. وكان الحضور الجماهيري الكبير الغفير في هذا الملعب الذي أفلج صدور الجميع من كل أنحاء حضرموت كانوا متواجدين في هذا العرس الكبير. المباراة في شوطها الأول شهدت هدفا براسية لاعب اتفاق الحوطة إبراهيم بن فاضل في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني شهدت الدقيقة 4 من خطأ دفاعي هدفا للاعب شعب حضرموت ماجد باسلوم الذي اعتلى قمة هدافي البطولة ب9 أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل. لكن ركلات الحظ الترجيحية أسعدت أصحاب الأرض الاتفاق ب4 أهداف مقابل 2 لنوارس شعب حضرموت. والحمد لله يعني شعور صراحة ما نقدر نوصفه، وشكرا للجماهير الوادي عامة على حضورهم وأزواجهم وأعطانا دفعة معنوية، وكذلك أيضا نشكر الإدارة
على تصعيد على تذليل الصعاب. نبارك الجماهير الاتفاقية، نبارك للأمة هذه اللي حضرت اليوم ساندت نحن داخل أرضية الملعب، ونشكر أيضا الجهاز الفني والإدارة. بطولة كأس حضرموت السابعة كانت ثابتة والوحيدة لأندية الوادي. فرحة الجماهير العارمة تعدت كل التوقعات في ملعب اكتظ بحاضرين تجاوز عددهم 60,000 متفرج. المشهد الختامي للبطولة السابعة ظهر اليوم بشكل مميز، قدمته الجماهير بصورة بارزة، أعطت البطولة الحضرمية رونقها الخاص. محمد بحفين، الغد المشرق، سيون. مشاهدينا، انتهت هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. العاصمة عدن تشهد استقرارا أمنيا بعد تعرضها لموجة من الانفلات الأمني خلال الفترة الماضية. أعداد النازحين في اليمن تتجاوز 3 ملايين شخص خلال سنوات حرب ميليشيات الحوثي. وقبيل شهر رمضان ميليشيات الحوثي تهدم عددا من المحال التجارية وسط صنعاء. شكرا لكم على كرم المتابعة، وفي أمان الله.